تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل وهيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين الدستورية خلفا له. محادثات بين ميركل وبوتين اليوم في موسكو لبحث الملفين الليبي والإيراني. إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ وأوكرانيا تطالب باعتذار رسمي ودفع تعويضات لأسر الضحايا. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من النيل، أهلا بكم. نعت رئاسة الجمهورية السلطان قابوس بن سعيد الذي وفته المنية مساء أمس ووصفته بأنه كان قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة. وقال البيان إن الرئيس السيسي إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته. هذا وقد شيعت صباح اليوم بالعاصمة العمانية مسقط جنازة سلطان قابوس بن سعيد الذي وفته المنية عن عمر ناهز 79 عاما. هذا وقد أعلن مجلس الدفاع في سلطنة عمان أن هيثم بن طارق قد أدى اليمين الدستورية سلطان البلاد خلفا للسلطان قابوس. كان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان قد دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد. كذلك أعلن الديوان السلطاني العماني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام 40 المقبلة. ومن مسقط ينضم إلينا الأستاذ محمد سعد رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية. أستاذ محمد، يعني خالص العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، يعني بعد مسيرة حافلة العطاء لأمته العربية ولبلاده شامل الإنجازات والمواقف المخلصة، ماذا تقول في رثائه بعد وفاته؟ نقول لله وإنا إليه راجعون، وطبعا الخبر كان خبر فاجئ بالنسبة للعمانيين والمقيمين ولجميع الأمة العربية. فقد سلطنة عمان والأمة العربية والإسلامية زعيما وحكيما استطاع بناء نهضة كبيرة لأبناء وطنه، قائدا حكيما منح عمره ولوطنه ولأمته، حقق للسلطنة المكانة والنهضة والعزة والوفاء ووفر لها الأمن والأمان، رحم الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد. نعم، أبرز المواقف الوطنية يعني سواء لعمان أو للأمة العربية خلال هذه المسيرة الطويلة للسلطان قابوس، يعني ماذا تتذكر من هذه المواقف؟ الموقف الأول والمشهور والمعروف عند الجميع موقفه مع مصر بجانب مصر في قديما أثناء اتفاقية كامب ديفيد، وهو طول عمره جلالة السلطان محبا لمصر والمصريين، وأنا أعيش في سلطنة عمان منذ أكثر من 25 عاما لم أجد منه ومن الشعب العماني إلا الحب والوفاء لمصر وجميع الدول العالم. نعم، بالتأكيد يعني هناك انتقال سلس وهادئ يعني في ظل الاستقرار الذي تنعم به عمان والذي يعني ساهم في تحقيقه والحفاظ عليه السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. لكن إذا ما تحدثنا عن المهام والتحديات التي تواجه سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، يعني ما أبرز هذه المهام والتحديات، خاصة أن هناك يعني قضايا كثيرة في الأمة العربية حاليا وفي المنطقة يعني بالتأكيد أنت تعرفها جيداً؟
من وجهة نظري أن هناك ليس هناك تحديات، يعني لأن جلالة السلطان كان ماشي على نهج معين وسياسة معينة حكيمة عرف بها، ومن سيأتي بعده سيمشي على هذه المسيرة. حتى الشعب العماني نفسه، يعني هناك سياسة الشعب العماني والحكومة والقيادة سائرين على هذا المنهج، وهو السلام ونشر الأمن والأمان، عدم التدخل في شؤون الغير. دائما شاهدنا وسنشاهد أن عمان ستكون هي الوسيط للسلام في العالم، يعني خاصة الفترة الأخيرة هناك نزاعات وهناك أشياء كثيرة، ولكن عمان يعني هي الدولة الوحيدة الوسيط التي تنعم بأمور كثيرة. وطبعا جلالة السلطان بحكمته كان هناك وصية، كما شاهدنا اليوم كان هناك انتقال سلس جدا 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 للسلطة، وما زالت حتى تشييع الجنازة الآن. وشاهد لو شاهدنا التلفزيون المباشر سنجد السلطان هيثم السلطان الجديد هو في يحمل النعش كما نقول في مصر، يعني السلطان. لا أعتقد أن سيكون هناك أي مشاكل ولا أي أشياء، ستكون هناك سهولة ومرونة في كل شيء. وأعتقد أن هناك الفترة الأخيرة كان هناك اجتماعات كثيرة وعديدة لجلالة السلطان قابوس الله يرحمه ويغفر له للتمهيد لهذه الفترة القادمة. وطبعا نعم، أشكرك أستاذ محمد سعد رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية، كنت معنا هاتفيا من العاصمة العمانية مسقط. تجري اليوم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل محادثات مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة الروسية موسكو. تعد هذه الزيارة الأولى للمستشارة الألمانية أنجلا ميركل إلى روسيا. وصرح الكريملين بأن المحادثات ستتركز حول تطورات الأزمة الليبية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية، وما تلا ذلك من ضربات إيرانية استهدفت قاعدتين تضمان جنودا أمريكيين في العراق. يبدأ اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي جولة خليجية تشمل كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان، في وقت يسعى فيه لتفسير قرار طوكيو بنشر سفينة عسكرية وطائرتي مراقبة في المنطقة لضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان. كان وزير الدفاع الياباني تارو كونو صرح بأنه صدرت أوامر بإرسال مدمرة يابانية وطائرات دورية لجمع معلومات واستخبارات في الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن اليابانية. لقد أصدرت أمرا بإرسال عناصر من قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمشاركة في نشاط جمع معلومات واستخبارات لضمان أمن الأساطيل اليابانية. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف. يأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه الرئيس الأوكراني بمعاقبة المتورطين في الحادث ودفع تعويضات لأسر الضحايا. كانت هيئة الأركان الإيرانية قد أعلنت أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة سقطت بالقرب من مطار الخميني بطهران عن طريق خطأ بشري غير مقصود نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى أن الجيش كان في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة. في بغداد استأنف آلاف العراقيين مظاهراتهم منددين بطهران وواشنطن اللتين شنتا ضربات مؤخرا على الأراضي العراقية. مع تجاوزها اليوم 100 لانطلاقها، تواصلت المظاهرات في العراق للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وخرج المتظاهرون إلى الساحات الرئيسية في الديوانية والناصرية والبصرة والنجف وكربلاء التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وندد المتظاهرون بإيران والولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات مؤخرا على الأراضي العراقية، ما
ما أثار قلقا من سقوط البلاد في الفوضى مجددا. وأعاد المتظاهرون إحياء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المناهضة للحكومة والتي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي. ويندد العراقيون منذ أكثر من 3 أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبية. وتعيش البلاد حالة من الشلل السياسي منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهلة الدستورية. وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح. ويقول المتظاهرون إن البرلمان الراهن في البلاد لا يمثلهم، وأنه ورغم مرور 100 يوم على حركتهم الاحتجاجية بقي كجسد عليل غير قادر على فعل أي شيء. عندنا رسالة أريد نوصلها بأنه البرلمان ما يمثلني لأنه قراراته مو وياني. أبسط شيء إحنا صار لنا بالمئة يوم مظاهرين ما قرروا لنا قرار بصالحنا. إحنا بهذا اليوم نعلن إنه ولائنا للعراق وللوطن فقط، ولا التدخلات الخارجية مرفوضة رفضا تاما، لأن ولائنا لهذا الوطن فقط. العراقيون الذين امتلأت بهم ساحات التظاهر مصممون على المضي قدما في حركتهم حتى تتحقق مطالبهما، رغم ما تشهده البلاد من أحداث وتطورات جعلتها ساحة للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. قالت مورغان أورتيغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بلادها لا تعتزم مناقشة انسحاب قواتها مع السلطات العراقية رغم طلب بغداد إرسال وفد لتنظيم انسحاب الجنود الأمريكيين. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن أي وفد يتوجه إلى العراق سيكون مكلفا بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية الأمريكية العراقية. فيما تتجه أنظار العالم نحو العراق الذي صار أشبه بملعب بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، تتطور يوما بعد يوم الأزمة بين بغداد وواشنطن بشأن القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية. آخر تطورات فصول هذه الأزمة جاءت على لسان وزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت أن واشنطن لا تنوي مناقشة انسحاب قواتها مع السلطات العراقية رغم طلب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من وزير الخارجية مايك بومبيو إرسال وفد لتنظيم الانسحاب. وقالت الخارجية الأمريكية إن أي وفد يتوجه إلى العراق في هذه المرحلة سيكون مكلفا بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدة أن واشنطن تريد مناقشة القضايا الأمنية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية في إطار الشراكة مع العراق. وأشارت إلى أن واشنطن تريد أن تكون صديقا وشريكا للعراق الذي يتمتع بالسيادة والازدهار والاستقرار. كان عبد المهدي طلب من بومبيو إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات لتطبيق قرار مجلس النواب بانسحاب آمن للقوات من البلاد، داعيا البرلمان العراقي والحكومة إلى إنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما فيها القوات الأمريكية وعددها 5,100 جندي. وصدر القرار بعد أيام من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية في بغداد أثارت الشعور المناهض للأمريكيين في البلاد. في غضون ذلك عقد وفد من حلف الناتو محادثات في واشنطن لمناقشة الدور المتزايد للحلف في العراق وفقا لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقاسم أفضل للعبء في كل الجهود الدفاعية المشتركة. قال ستيف مانشين وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة واشنطن مع وزير الخارجية مايك بومبيو إن الرئيس ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني. أنا واثق من أن الجميع تابع تسجيل مؤشر داو جونز 29,000 نقطة. واضح أن خطط الرئيس الاقتصادية ناجحة. نتطلع لتوقيع الصين واتفاقية أمريكا كندا المكسيك USMCA
واقتصاد قوي للغاية هذا العام. كما قال الرئيس مسبقا، سوف نعلن عن عقوبات ضد النظام الإيراني نتيجة الهجوم على القوات الأمريكية وقوات الحلفاء. أولا، سيصدر الرئيس أمرا تنفيذيا يصرح بفرض عقوبات إضافية ضد أي أفراد يمتلكون أو يشغلون أو يتعاملون أو يساعدون قطاعات الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات الإنشاء والتصنيع والمنسوجات والتعبئة. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن عقوبات بلاده الاقتصادية تستهدف قلب نظام إيران الأمني. اليوم الرئيس ترامب يفي بتعهد قطعه بعد يوم من مهاجمة إيران للقوات الأمريكية في العراق، حيث سيكون هناك سلسلة من العقوبات الجديدة. الوزير مانوشين ذكر لتوه أن هناك 8 مسؤولين إيرانيين بارزين يتحملون مسؤولية عنف النظام في الداخل والخارج. إننا نضرب قلب الجهاز الأمني الداخلي في إيران. أهداف هذه العقوبات تشمل الأمين العام لمجلس الأمن القومي وقائد قوات البسيج، تلك الفرقة الوحشية التي قتلت نحو 1500 إيراني في الأشهر القليلة الماضية لمجرد مطالبتهم بالحرية. عقوباتنا تستهدف أيضا قادة بارزين مقربين من آية الله علي خامنئي. أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنها تعتزم إرسال مدتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل. واضعة حدا لأزمة مع الجمهوريين حول إجراءات محاكمة الرئيس، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اعتزامها إرسال مدتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع القادم. خلال رسالة وجهتها إلى اجتماع لكتلة الحزب الديمقراطي، طلبت بيلوسي من رئيس اللجنة القضائية جاري نادلر أن يكون جاهزاً كي يرسل إلى المجلس الأسبوع القادم قراراً بتعيين مدراء وأن يحيل مدتي العزل إلى مجلس الشيوخ. امتنعت بيلوسي عن إرسال مدتي العزل منذ تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس ترامب في ديسمبر الماضي بتهمة استغلال النفوذ من خلال ممارسته ضغوطا على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، وأيضا بتهمة عرقلة تحقيق لاحق في هذا الشأن في الكونغرس. ولطالما عقدت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس أملا في أن يقدم زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل تطمينات حول ما وصفته بمحاكمة منصفة يمكن للديمقراطيين فيها استدعاء شهود والحصول على الوثائق الرسمية اللازمة، إلا أن الأخير امتنع عن الرد معلنا أن لديه الأصوات الجمهورية اللازمة لإجراء محاكمة من دون الحاجة للامتثال لمطالب الديمقراطيين. ولأسابيع تركت بيلوسي ديمقراطيين والجمهوريين يتساءلون حول كيف ومتى ستكون خطوتها التالية، ففيما كان ديمقراطيون يفكرون في أي فائدة جديدة إن وجدت لإرجاء المحاكمة، واجهت بيلوسي ضغوطا متزايدة لإحالة لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ. وخلال رسالة وجهتها بيلوسي للجمهوريين قالت إنه بات من الواضح أن زعيم الغالبية الجمهورية لا يريد أن يقدم شهودا ووثائق أمام أعضاء مجلس الشيوخ والشعب الأمريكي كي يتسنى لهم إجراء حكم مستقل بشأن سلوك الرئيس، مضيفة أن أمام كل سناتر الآن خياران، إما أن يكون وفيا للرئيس أو للدستور. جدد مجلس الأمن الدولي عملية بدأت قبل 6 سنوات لتسليم المساعدات عبر الحدود لملايين المواطنين السوريين لمدة 6 أشهر بدلا من سنة. تضمنت عملية تجديد تسليم المساعدات عبر الحدود لملايين السوريين تقليص عدد المعابر ومدة ترخيص لتفادي استخدام روسيا حق النقد. كان مجلس الأمن الدولي قد فشل الشهر الماضي في استصدار قرار مماثل عندما استخدمت روسيا حق النقد ضد مسودة قرار كان سيجيز استخدام 3 معابر لتوصيل المساعدات لمدة عام كامل. أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستكشف اليوم عن مقترحات ملموسة بشأن إصلاح نظام التقاعد. كان رئيس الوزراء إدوارد فيليب قد صرح بأنه سيقدم مقترحات ملموسة يمكن أن تكون أساساً للتوصل إلى تسوية مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتزم الحكومة تحديد سن التقاعد في 64 من العمر للحصول على معاش تقاعد كامل. يأتي ذلك في وقت تظاهر فيه 100 محامين مطالبين باستقالة وزيرة العدل نيكول بيلوبي على خلفية الأزمة، كما تتواصل الاضطرابات
في قطاعات أخرى من الدولة. ختاما لهذه النشرة تذكرة بأبرز العناوين. تشيع جنازة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل وتنصيب هيثم بن طارق آل سعيد خلفا له. محادثات بين ميركل وبوتين اليوم في موسكو لبحث الملفين الليبي والإيراني. إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ وأوكرانيا تطالب باعتذار رسمي ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، بعد قليل جولة في عالم الصحافة. إلى اللقاء.